هلا فيكم حلقة جديدة من قديم جديد. فكرة البرنامج ان نقارن بين الاشياء الايقونية اللي استمرت في لعبة او خلينا نقول في سلسلة من اول جزء الين اخر جزء نزل لها. والحين خلونا نبدأ، وموضوعنا اليوم راح يكون عن لعبة دوم. الاسلحة، اكثر شيء يميز لعبة دوم هو الاسلحة الموجودة فيها وكيف انها تتراوح من سلاح صغير لمسدس الفرد الى سلاح كبير جدا، وخلينا نقول اقوى سلاح في اللعبة اللي هو BFG. وطبعا في اسلحه كثيره ثانيه موجوده في اللعبه تعتبر ايقونيه للسلسله وايضا استمرت من الجزء الاول الى الجزء الاخير، وهي مثلا عندكم سلاح الشوتجن، وكان في نوعين، السوبر شوتجن والشوتجن العادي، وايضا سلاح البلازما جان وسلاح الروكت لانشر وطبعا سلاح الجاتلينج. وطبعا ما ننسى واحد من ارهب الاسلحه في اللعبه اللي هو التشينسو، بحيث انك تقطعها وتشرحها وتسوي اللي تبغى فيه. الوحوش، سلسله العاب دوم اشتهرت دائما بتصميم الوحوش الفريد من نوعها، وطبعا قصة اللعبة موجودة في الجحيم أو لها علاقة في الجحيم. وطبعا الوحوش هذول ينقسمون نوعين، عندكم نوع الديمونز اللي هم الشياطين، ونوع المونسترز والوحوش، وأيضا في نوع ثالث اللي هو الجوست. طبعا أنا قسمت لكم الأنواع على حسب الاسم حقهم، لكن هو فعليا ما في تقسيم في اللعبة نفسها عشان أسهل لكم إياها. مثلا عندكم الوحوش مثل الامب، وعندكم شياطين مثل الديمون، وعندكم الجوست مثل السبكتر. وفي بعض الوحوش في اللعبة تغيرت أشكالها من الجزء الأول إلى الجزء الأخير اللي نزل. مثلا عندكم الأمب زي ما تشوفون قدامكم، شكله غير، مو يعني أبدا ما هو قريب من القديم، لكن تجين عند شكل السبكتر، البارن أوف هيل، اللوسول، السايبر ديمون، ذولي تحس إنه لسه في الأشياء اللي فيهم. وحتى بينكي اللي كان الناس يسمونه الخنزير نفسه موجود، لكن هنا الفرق إنه صار يهجم عليك بشراسة أكثر من الأجزاء القديمة. الأدوات، في دوم راح تحارب وحوش كثير وشياطين كثيرة، عشان كذا تحتاج أدوات قوية بحيث أنها تساعدك في اللعبة. وطبعا دوم اشتهر أنه في أدوات مميزة وتعتبر أيقونية للسلسلة، مثل أداة الهيلث كيت أو الميد كيت اللي تعتبر يعتبر هو عداد الطاقة اللي يعبي لك الاتش بي حقك. وأيضا عندكم أداة الباور أبس، الباور أبس ينقسم لأنواع كثيرة، في عندكم باور أب بيرزك يخليك متوحش وتصير تضرب بقوس بيدك وتصير ضربة البوكس حقك ضرب 10، وايضا اذا اخذته وطاقتك ناقصه يعبي لك الطاقه مره ثانيه. وطبعا من اهم الادوات، نقول اهم اداه في اللعبه اللي هي الارمر. الارمر حقك هذا بيفيدك كثير، لان لما تنطق راح ينقسم الارمر، واذا انتهى الارمر راح يبدا ينقص من الاتش بي حقك. طبعا الارمر يعتبر حاجه جدا مهمه في اللعبه. وايضا واحده من الادوات الايقونيه في اللعبه هي المفاتيح. المفاتيح دائما في العاب دوم تكون عباره عن كروت ملونه في ابواب تكون عليها زي الحواف، يلون اصفر، يلون ازرق، يلون احمر، وكل واحد منهم ما ينفتح الا اذا عندك الكرت المخصص له، كرت احمر ولا كرت اصفر ولا كرت ازرق. الاماكن السريه، في العاب دوم اشتهرت انه دائما يكون في اماكن سريه في المرحله. الاماكن السريه هذه تكون لما تفتحها يا تعطيك سلاح او تعطيك ادويه، وطبعا في دوم الجديد تعطيك اشياء تفيدك، مثلا سلاح جديد او ابجريد جديد للسلاح حقك. وبعض الاماكن السريه اللي حطوها في دوم الجديده يحطوا لك جزء من مرحلة دوم القديمة، نفس الجرافيكس، نفس كل شيء، ما عدا الوحوش بيكونوا هم حقين دوم الجديدة. ولما تخلص هذه المرحلة راح تفتح لك المرحلة الكاملة اللي كانت موجودة في دوم الأولى الكلاسيك أو دوم الثانية الكلاسيك. مستويات الصعوبة، اشتهرت ألعاب دوم بأن يكون فيها أكثر من مستوى صعوبة بحيث أي شخص يقدر يلعب اللعبة ويستمتع فيها. لكن إيش أكثر شيء كان مميز فيها؟ التسمية الخاصة لكل مستوى. فكان مستوى I am too young to die هذا كان المستوى السهل، بعدين عندكم hurt me plenty اللي هو المستوى المتوسط، وبعدين ultra violence مستوى الصعب، و nightmare هذا أصعب شيء كان موجود. لكن في الجزء الجديد أضافوا ultra nightmare، وهذا فكرته إنه موتة واحدة خلاص يا حبيبي game over، ما فيها continue، ما فيها save، ما في شيء يفيدك. الموسيقى، ألعاب دوم أيضا اشتهرت في موسيقى أيقونية لها، وهذه الموسيقى اللي تسمعونها الحين. هذه أيضا موجودة في الجزء الجديد، لكن سووا لها ريميكس بسيط فيها زي ما تسمعونها الحين. وطبعا دائما دوم اشتهرت أن يكون الموسيقى تكون صاخبة ومتل أو روك أو حاجة زي كذا، ويكون حماسية جدا لأنها تمثلك أنك أنت فعلا جالس في الجحيم وقاعد تذبح كل الوحوش. وهذه كانت حلقتنا القديم جديد، عطونا رأيكم فيها، واقترحوا لنا ايضا العاب ثانيه تبون نسوي لكم بها معلومات عنها، مقارنه بين النسخه القديمه والنسخه الجديده.
ولا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة لو ما اشتركتوا بالقناة عشان تشوفوا فيديوهات رهيبة مثل كذا. كما كان فهد الشيحة، شكرا متابعة، مع السلامة.